أخبار اليوم. وفي مقدمتها تعزيز التعاون بين المطارات العالمية والإفريقية في مجالات التصميم والإنشاء والتشغيل والأمن والسلامة والبيئة وتطبيق الجودة بمفهومها الشامل والالتزام بالتشريعات والتوصيات ذات الصلة واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والارتقاء بالعنصر البشري وتطويره، وكذلك مدن المطارات والمناطق اللوجستية وربطها بالموانئ البحرية والبرية، وذلك إيمانا منا بأن صناعة النقل الجوي تعتبر أحد أهم السبل لتحقيق التكامل بين دول القارة السمراء والتنمية المستدامة، وإنه لمن حسن الطالع أن ينعقد هذا المؤتمر بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس المجلس الإقليمي للمطارات في إفريقيا، ونحن على بعد خطوات من افتتاح المبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى عدة مطارات إقليمية لخدمة المشروعات الاستثمارية المختلفة، وكذلك البدء في تنفيذ أكبر شبكة محطات رادارية غير مسبوقة في تاريخ الطيران المدني المصري، تؤمن المجال الجوي بكامله ويصبح من أكثر المناطق أمناً في حركة الملاحة الجوية وجاذبة للحركة من الشمال إلى الجنوب والعكس، وكذلك البدء في تنفيذ مدينة مطار القاهرة والمنطقة اللوجستية. وأخيراً أرجو لكم جميعاً التوفيق والسداد في مسعيكم إليه لإنجاح أعمال هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة من أجل إعداد جيل من الشباب الإفريقي الواعد يتحمل مسؤولية صنع المستقبل وحريصاً على مقدرات وطني ساعية لتقدمه وازدهاره ورفعة شأنه. أتمنى لكم إقامة طيبة بين أشقائكم في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.